السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف أريكم طريقة تمكنكم من تحميل أي فيديو تريدونه من عبر الفيسبوك. طريقة بسيطة وسهلة جدا إن شاء الله ستنال إعجابكم. نختار أي فيديو موجود على الفيسبوك، مثلا هذا الفيديو. نفتح الرابط الأصلي لهذا الفيديو، نضغط هنا. بعد فتحه نقوم بكل بساطة بفتح هذا الرابط عن طريق رابط الموبايل m.facebook، ثم ندخل. نرى أن الفيديو فتح هنا. نفتح الفيديو، نضغط كليك يمين على الماوس، ثم نضغط على هذه الاختيار انجستري لا فيديو سو، او بالانجليزية اظن سيف فيديو از. نضغط هنا، نختار في اي مكان نريد حفظ الفيديو، نقوم بتسميته، ثم سنرى ان التحميل قد حمل الفيديو في الاسفل. هنا نفتح الفيديو الذي قمنا بتحميله. ها هو أمامكم، قد تم تحميل الفيديو بكل بساطة وبنجاح. أتمنى أن كان هذا الشرح البسيط قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.